من خلال إجابتك أعتقد أنه هذه السيجارة الإلكترونية مكوناتها ليست مضبوطة، ليست موحدة عالميا، كل بلد ومكوناته التي يعتمد عليها في صناعة هذه السيجارة الإلكترونية. في رأيك باختلاف نكاتها وباختلاف ألوانها وأشكالها، لماذا صارت موضة؟ لماذا صار الإدمان على هذه السيجارة الإلكترونية اليوم؟ شوف، هي نحكو طبيا في هذا يعني الوقت اللي رانا فيه ينصحوا بها بعض المدخنين، مش جميع، يعني هي كوسيلة لتوقف من التدخين عند المدخنين، يعني عندهم إدمان شديد للسيجار. هذا الإدمان مش غير نيكوتين، يعني حتى لو جاست هذا كلتاع الدخان هذا كيديرو مدمن عليه. يعني سيبورسان يعني في البلدان الأوروبية وكذا ينصحوا به، يعني كاين منظمات صحية وكاين أطباء ينصحوا به لهذا النوع من المدخنين. المشكل أنه هم يحاولوا يوجدوا يكون وجودها قانوني، بصح راهم غير مش متفاهمين بين المنع. مثلا كاين بلدان وين منعاتو، مثلا البرازيل، الارجنتين، الهند، بعض الولايات الامريكيه منعاتو نهائيا، وكاين كما في اوروبا بالعكس حبوا يسمحوا به كوسيله لعلاج المدخنين.